اديني جيت. ايه يا بقى المفاجأة اللي انت جايبني عشانها الحتة المقطوعة دي يا طاهر؟ فيه موضوع مهم ولازم نتكلم فيه يا حسام. يا حسام؟ ماشي، ايه بقى الموضوع المهم؟ كنت عارف انك عايش، كنت عارف اني ما ادخلش عليك، وكنت مستني اليوم اللي اشوفك فيه عشان اقتلك يا دياب، وكنت عارف اننا هنتقابله. هقتلك يا دياب. يا سنة سوخي، يا سنة سوخي، ما يصحش كده. استهدى بالله، استهدى بالله، استهدى بالله. ايه ايه يا حسام ده؟ مش كده، احنا النهارده حياتنا كلنا متعلقه ببعض، عشان كده لازم نهدى. نهدى ونتفاهم. نتفاهم على ايه؟ وبعدين انت ايه اللي دخلك وسطينا يا زباله يا واطي؟ انتوا الاثنين، انتوا الاثنين اللي دخلتوني، وانتوا الاثنين استغلتوني. كل واحد فيكم افتكر انه اشتراني، لكن أني خدمتكم وبحبكم انتوا الاثنين. انت ما بتحبش غير نفسك، عشان كده بعتني واشتغلت مع دياب. واشتغل معاك، ما تنساش، وباع ابويا واخويا كمان. شهد عليا زور. كلنا غلطنا، كلنا غلطنا، وما فيش حد ما بيغلطش، وكلنا عدينا الخط، ودلوقتي لازم نتفق. نتفق؟ ايوه نتفقوا. هات من الاخر يا دياب، عايز ايه؟ دياب دلوقتي حد تاني غير اللي كنت تعرف. دياب اللي انت كنت تعرفه مات، الله يرحمه ويحسن اليه، لكن دياب ده واحد تاني، اسمه ديابو محمود، من جنوب افريقيا. زي ما بقيت انت حد تاني. اسمع يا حسام، ما فيش حاجة تقعد على حالها، واحنا كده ولا كده محتاجين البعض. يعني ايه؟ يعني ننسى اللي فات ونفتحوا صفحة جديدة، واني حمد يدي ليك. ننسى اللي فات؟ ده انت بجح بجاحة يا اخي. احسن لك تنسى زي ما انا حنسى. اسمع كلامه يا حسام، دياب عايز مصلحتك. انت تخرس خالص؟ لا مش هخرس، اني مش هخرس، ويكون في علمك مش اني اللي شهدت عليك زور وقبضت التمن. اللي شهد عليك زور زميلك الضابط حامد، وقبض من دياب. اشتريت حامد كمان؟ والله العظيم عجبتني وملعوبه يا دياب، ملعوبه. صدقني يا حسام بيه، احنا محتاجين لك، وانت كمان محتاج لنا، وكله بتمنه. مليون جنيه عربون شراكتنا، بدل ما نتقاتلوا ونتعاركوا خلينا نستفيدوا. عايزني بعد ما كنت بكافح التهريب اشتغل فيه؟ ما انت هربت قبل كده. هربت عشان الغلابه ولا نسيت الفياجرا؟ واللي بيمرق الصغيره
يمر رجل كبيرة كمان. احنا عايزين نشتروا دماغك السم دي بأعلى تمن. ووعاك تفكر انك بجده هتتنازل. لا 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 لا، ده انت شريك وراسك براسنا كمان. انت مش هتتنازل، انت هتبقى قوي وهتذل كل اللي ذلوك واللي باعوك. اسمع كلامي وهتعيش ملك. ولو ما سمعتوش ابقى خلى اخوك الصغير يديك المصروف. محمد بيه. يا إما تصرف عليه أنت 20% من كل عملية. ما تقبلش أقل من 25%، دول بيكسبوا ياما. وأنت أوسخ حاجة عدت عليا. حد قال لك كده قبل كده؟ محدش قال لي، بس أنا عارف. فكر يا حسام، فكر. اوعاك تغلط، الغلطة دلوك ما بتتغفاش. لعله أريان دولار والبوب رجالتي وظهري واخواتي. أجدع ناس. أهلا وسهلا. وهدان دراع اليمين، وكامل، وطاهر أنت تعرف. نتكلموا في الشغل. اسمع يا حسام بيه. عيب، ده انت معلم كبير وابن معلم كبير. كلام في الشغل يبقى لوحدنا. الله يرحمه. صح. طب يا اخوانا، يعني اديكوا سمعتوا بنفسكوا، لو ما فيهاش احراج يعني، مع يعني معلش كامل مش هوصيك. ها شياد جهاوي وهات لهم غدا. ها يلا يلا يا كامل. احنا متاسفين يا رجاله. اتفضل. نتفضل نعمل ايه؟ نتكلم في الشغل. ما انا قلت لما نبقى لوحدنا. ايوه ما احنا بقينا لوحدنا. اطلع بره يا طاهر. اطلع بره ازاي؟ ده انتوا اصلا ضيوفي. وبعدين اني طاهر. خلي حسام بيه على راحته. طلعت طاهر ليه؟ خاين، خني وخانكوا قبل كده. يعني ممكن يبان احنا الاتنين على بعض شارون. بالعربي كده ملوش امان، وروحنا في ايده ما نقدرش نستغنى عنه، لانه يعرف حاجات كتير قوي عننا. وهنعمله معاه ايه؟ هنعمله زي الكلب السعران، من وقت للتاني بنرمي له حته لحمه فيفضل تحت ايدينا.
براو عليك، براو عليك يا حسام بيه. احنا اتفقنا على نسبتي 25%، بس ما اتفقناش على طريقة الشغل. كيف يعني؟ يعني كل واحد في ملعبه، محدش يتدخل في اختصاص التاني. انا ما احبش حد يفتي في شغلي. قصدك ايه؟ قصدي ان انت اختصاصك التعامل مع الموردين اللي بره والاتفاق على البضاعة، وانا شغلي دخول الحاجة جوه البلد والتخزين والتشوين، واقول امتى الحاجة تدخل وامتى الحاجة ما تدخلش، وامتى تسمع كلامي. اتفقنا. في حاجة تانية؟ لما يكون في حاجة تانية هقول لك. على بركة الله. اتفقنا. وصلتهم ببعض ولا ايه؟ ماشي ماشي يا حسام. واضح كده ان انت ما حسبتهاش صح يا اخوي. بقى دياب وحسام قاعدين مع بعض جوه، واني اللي قاعد بره بهري وبنكت في نفسي وبخانق دبان وشي. الدنيا جلابة، هل بدل ما انت اللي كنت بتلعب بيهم بقوم هم اللي بيلعبوا بيك؟ بس أنا مفيش حد يعرف يلعب بي، أنا ماسك على كل واحد فيهم بلاوي توديه في 60 دقيقة. بجد يا أخوي؟ بس ده آخر كارت هلعب بيه. لو حد فيهم فكر يستوسخ معايا. طب قولي هتعمل إيه؟ هعمل لهم خد مداس وهتمسكن لحد ما تمكن، وعمره عمره ما هتيجي علي. شهر العسل بقى طلع لطيف والواحد ما كانش واخد باله. هو لطيف، بس انت مش ملاحظ ان هو خس وبقى يومين؟ ده كتير. يا سلام. والله انت لو تعرفي انا جبت اليومين دول ازاي في عز الشغل اللي انا فيه ما كنتش قلت كده. لا يا حبيبي انا مقدره. يعني مش زعلانة؟ لا طبعا، ازعل ازاي؟ ده شغلك ومستقبلك، بعدين مش مستقبلك ده برضه مستقبلي. ايه الكلام الحلو ده؟ ايه الكلام الحلو ده؟ لا احنا بمناسبة الكلام الحلو بقى ده، احنا نتغدى بسرعة ونطلع عشان هما يومين. يا فين الأكل؟ لا مؤاخذة يا رجالة، جراية يا عمهم، أخدتنا كده على مشمنة وقعدتنا مع ناس ما نعرفهمش وجبتنا على هنا. بس اقول لك انا شايف ريحه حاجه حلوه. ما دام انت قلت حاجه حلوه يبقى اكيد حاجه شمال. بس حسام ملوش في الشمال. مال يا دولار؟ مالك في ايه؟ في الشمال. دلني على سكه تانيه امشي. ايوه بقى يا فوكس، خليها تنعنش. هو ده الكلام. واليمين ماله يا صاحبي؟ ما هو فين اليمين ده؟ انت بتسالني انا فين اليمين؟ مش انت اللي حفظتني الفاتحة؟ وكمان انت اللي علمتني اصلي؟ مش كل ده يمين؟ ولا كان تمثيل؟ ليه؟ ليه واحدة بس؟ أنا عندي 1000 رد الليه بتاعتك دي توصلني للي أنا وصلت له، ومش بمزاجي، غصب عني يا دولار. مفيش حاجة بالغصب، كله بالمزاج. وأنا قررت أعمل الغلط بمزاجي. أنت هتجنني؟ ده أنت اللي قلت لي إن التزوير حرام. ده أنت كنت القدوة بتاعتنا. كنت خلاص كنت. وما زال يا دولار. قدوتنا وتاج راسنا وكبرنا ولعله خير ان شاء الله. يا باشا احنا معاك هنمشي مغمضين، هتقول شمال معاك، هتقول يمين برضه معاك. والمره دي بقول لكم شمال. خلاص شمال. بس قول لي ايه الحكايه بالبطانيه؟ سلاح والميه كتير. ايوه بقى يا فوكس، انا من زمان وانا نفسي اتعلم على ايد ظابط، بس ما جاتليش الفرصه. عدي بقى مراكبي وعدينا معاك الناحية التانية. اللي قول لي يا عمهم، الناس اللي احنا كنا معاهم دول يطلعوا مين؟ دول صحاب راس المال. عايز تعرف ايه تاني يا لعل؟ بس واضح ان هما بيقدروك قوي وبيعزوك قوي. هما من ناحية بيقدروني فبيقدروني قوي، اما من حيث بيعزوني فبيعزوني قوي قوي قوي، لدرجة ان هما اللي قتلوا مراتي. هما دول اللي قتلوا مراتك؟ وكمان عايز تشتغل معاهم وتحط ايدك في ايديهم؟ طب ازاي؟
لازم اعمل كده عشان ابقى قدهم واكبر منهم واعرف اخد حقي، وده مش هيحصل الا بوقفتكم جنبي، يعني تبقوا معايا وسندي وفي ظهري. ها برضو ايه؟ طبعا معانا. بيان سيو يا فيكتور، من غير كلام. وانت دكتور؟ مش معاك. بس معاك كده بنتلي الشغل، نبتدي وانا راسي براس دياب. حاجتله يعني حاجتله، اطمن يا حكمت. بس في الاول ننهم على المصلحه ونعرفوا منيه سر صنعه التهريب، وبعد كده حاجتله. قلبي مش مطوعني اشوفه عايش وبيتنفس، وحبايبنا اللي قتلهم في التراب واللي زادوا وغطى حطت يدك في يده كمان. خلاص يا حكمت خلاص. اسمعني يا دياب، مش هنقدر ونرفع راسنا قدام الخلق غير لما ناخده بطارنا منيه، وحتى لو بطلت تجارة السلاح اللي عندينا يكفينا احنا وعيال عيالنا. قلت لك قبل سابك تجارة السلاح دي شغلي ومش هعملها واصل، فاهمة ولا لا؟ واه ليه عاد؟ هو انت مش ممكن تشتغل في اي حاجة تانية وتكون بالحلال؟ افهمها كيف دي؟ اي تجارة مهما كانت مكاسبها جنب تجارة السلاح ولا حاجة، فاهمة ولا لا؟ لسك منشف راسك يا دياب؟ واتفقت على عملية جديدة، همليني حالة دلوقتي. تعال يا انت. امك خرفت. بص علي ايه ده؟ شفتي اخرة عمايلك السودة؟ وانا كنت اعرف ان انت بالسذاجة دي بقى بذمتك حد يعمل كده؟ يوم ما تجيب سباك المنطقة اديهم عطروا فيه واعترف لهم على كل حاجة. ايه رأيك بقى في شكلنا اللي بقى زي الزفت قدام الناس ده؟ ستي بقى مش مشكلة، ربنا يخليها لنا ايمان. لولاها كان زماني دلوقتي لبست القضية وبرمي في الحبس وقتي. بعد الشر عليك يا حبيبي. بقول لك ايه؟ احنا نفضها سيره بقى من موضوع العماره ده، لان انا خلاص غيرت رايي. يعني ايه؟ يعني مش هطرد السكان ولا هيدوا العماره. بس ده ما كانش اتفاقنا. انت مش عاجبك كل اللي حصل ده؟ وبعدين انت عايزانا انا ولا عايزه العماره؟ عايزاكم انتوا الاثنين. ما ينفعش. ليه بس؟ لاني مش مستعد اخش مع السكان تاني في مجادلات وحوارات. الناس دي عارفيني من زمان قوي ومربيني زي عيالهم بالظبط. كتر خيرهم ان هم تنازلوا عن المحضر. بس ده حقك يا عمر، وهم اللي قاعدين غصب عنك. يا ستي حقي وانا مسامح فيه، ربنا كريم. لولا خلينا نعيش على قدنا وسيبيني اركز في شغلي شويه ارجوكي. يا سلام، يعني انت عايزني اعيش معاك العمر كله بمرتبك؟ وماله مرتبي؟ ما الناس كلها بتعيش بمرتباتها، الواحد بيطلع السلم خطوه خطوه ما بينطش. بصراحه بقى انا زهقت من كتر المصاريف اللي احنا عمالين نصرفها دي، كنت عايز امايل عليكي شويه. تمايل عليا يعني ايه؟ شبكتك اللي انا جايبها لك، اللي بسببها صرفت جزء كبير من حسابي في البنك. مالها؟ كنت عايزها عشان ابيعها وافك بتمنها ازمتها لغايه ما ربنا يكرم. شبكتي مش هفرط فيها يا عمر، انسى. ما تنسيش يا لولا ان انا اللي جايبها لك. هو انت بقى يا حبيبي كنت جايبها لي عشان ترجع تاخدها تاني، ده بدل ما تزودها لي يا عمر وتخلي عندي صندوق ذهب؟ يا حبيبتي اكيد انا نفسي اعمل كده، بس اعمل ايه؟ العين بصيره والايد قصيره. وهي ايدك القصيره دي لما طولت هتطول على حاجتي انا يا عمر؟ اخصى عليك، وهي دي برضو وصيه خالي المليجي ليك؟ لولا ارجوكي، انا الدنيا متلخبطه معايا ومتوتر على الاخر، وما قداميش حل غير ان انا اخد الشبكه دلوقتي. يبقى سلامتك بقى من التوتر، لكن شبكتي انسى يا عمر. لا انا ماشيه. راحه فين؟ هتمشى شويه، اتخنقت. معظم رجاله اكل عزبنجيه. بس حلو قوي يا عمو. انت ناقص تاكل غير انا والشيف العلم. الحاجه جايه على سواحل السودان ان شاء الله. الله، ده معناه ان احنا لازم نروح السينما من هناك. تمام، عشان كده عايزك يا دكتور تفضي دماغك بتمخمخ وتضرب لكم اربع باسبورات مضاف. يضرب لنا؟ انت مش جاي معانا ولا ايه يا فوكس؟ انت هتبقنا من اول محطه ولا؟ اسمع، هقابلكم في اخر محطه. يعني المخزن. اخر محطة ازاي؟ ده احنا من غير فلوس. يا جنرال، لو ناوي تسلمنا قول لنا. احنا برضه اصحابك. ومتهيألي بينا عيش وملح.
تبيعنا وتسلمنا البداية كده ولا ايه؟ طيب انا هفهمكم، بس هفهمكم المرة دي بس عشان شباب ريحة اخوينا كده مش عجباني. انا كنت بشتغل ايه؟ ظابط، يعني مش مهندس معماري. والحاجة جاية منين؟ جاية من على الحدود، يعني في حرس حدود وفي داخلية، يعني وارد ان انا اتكعبل في حد من معارفي، ساعتها ابقى ببيعكم او بسلمكم، لكن طول ما انا بعيد انتوا في امان ومتابعكم خطوه خطوه. وصلت؟ وصلت ابو مخت خير؟ وصلت. الحاجه اللي جايه 100 صندوق سلاح خفيف و100 صندوق ذخيره. ويا ريت لو نبطل نلعب في اسناننا ونخلص لغ عشان افهمكم هتعملوا ايه. انت اتجننت يا كامل ولا ايه؟ انت ازاي تتجرأ وتعلي صوتك عليا؟ اسمع يا طه، انا هنا شريكك وشريك بالنص كمان، مش شغال عندك، ومن حقي اخد حقي في اخر عمليتين. يا سلام، يعني انت عايزني اديك الفلوس عشان تروح تضيعها على النساوين والقمار؟ اكل هي احرج هي، ده فلوسي وانا حر فيه. لا مش حر. ايه رايك بقي؟ انت مش حر، انا اخوك الكبير واضرب مصلحتك وفلوسك دي انا بحوشهم لك. هتحوش فلوسي بالعافيه. ياض يا حمار انت، افهم يا غبي، فلوسك عندي بتزق. طب انت عارف ال 125 الف جنيه بتوعك بيجيو كام دلوقتي؟ كام يعني يا اخوي؟ بيجيو حوالي نص مليون جنيه. بتقول كام؟ ايه الحلاوه دي؟ شفت يا ولي، شفت انا خايف عليك وعلى مصلحتك ازاي؟ فلوسك معايا بتكبر وتزيد، وليك علي اني هديك 3000 جنيه في الاسبوع عشان تصرف وتمنجه نفسك. 3000 جنيه؟ يعني 12000 جنيه في الشهر؟ يا حلاوه يا اولاد. شفت؟ ده مرتبك الشهري، لكن فلوسك زي ما هي بتكبر وتزيد. صدقتني بقى لما قلت لك ان التجار بيكسب يامي. يا ساتر، الله اكبر من عينيك. طب بقول لك ايه يا اخويا؟ ما تعلمني الشغلاني واشتغل كده على جدي بدل ما انت حالج لي كده. حسك عينك ياض يا كامل تفكر في الموضوع ده، انساه من دماغك. شغلانه السلاح دي شغلانه خطر والدخل فيه مفقود. طب ما انت بتشتغل فيه واللي هي يعني جت علي ايه؟ يعني ممكن اعدي لك اي حاجه، اي حاجه تعملها ممكن اعديها لك الا الجمله دي. حسك عينك تنطقها على لسانك تاني يا كامل. وبعدين انا نفسي ما اعرفش حاجه عن شغلانه السلاح دي، كل الحكايه اني انا بشتري حتتين سلاح من دياب وابيعهم في السوق السوداء. لكن انت لو عايز تكسب استورد لك اي بضاعه تكون يمين تكون سليمه، وساعتها هتكسب وتتمنجه. والله يا اخويا هي فكره حلوه قوي. ايدك بقى على ال 3000 جنيه مصروف الاسبوع. يا ساتر عليك، هو انت ما بتنساش حاجه ابدا؟ وانا اقدر انسى حقي برضه. اتفضل يا سيدي، ادي ال 3000 جنيه. ابقى اشتري لك كبريت ولع السيجاره دي بدل ما انت ماسكها مطفيه كده. عناية يا اخويا يا حبيبي. تفو عليك وعلى ضحكتك النتني. غيرها غيرها، دي حتى ما بقتش لايقه على لبسك البرسيمي اللي انت لابسه دي. حاضر يا اخويا. سلام بقى. سلام. جاتك نيلة وانت شبه فار المطبخ الجعان. يا بنتي يا بنتي اقصري الشر بقى وارجعي لجوزك وابنك. لا يمكن يا ماما، وابني اللي خطفه مني وخده من حضني غصب عني هجيبه منه بالقانون، ولو ما نفعش معاه القانون هاخده بالقوة وعليا وعلى أعدائي. وعلى فكرة بقى المحضر اللي أنا عملته له اتحول لقضية وإن شاء الله هحبسه. هي فوضى، تحبسيه ده إيه؟ هو اللي خده ده مين؟ مش ابنه؟ ابني قبل ما يكون ابنه، وقانونا في حضانتي لسن 15 سنة. أنا اللي تعبت وحملت فيه 9 شهور، وهو كان ولا على باله، في الآخر يجي ياخده كده على الجاهز؟ هو إحنا كنا قلنا له ليه ابنه ما جاش؟ وبعدين الموضوع من أساسه غلط، وأنت اللي وقعتينا معاكي في الغلط، وربنا يسامحنا بقى. هو يا ماما اللي غلط في حقي وفي حق حسام في الأول، وأنا بقى هندمه على الغلط ده. لا، ده أنت التفاهم معاكي صعب يا شهندة، صعب صعب. طالما رئيس عمر بتاعك ده جبان وخايف انه يضرب السكان، سيب الموضوع ده عليا انا. ازاي؟ شوف بقى، انا هتفقلك مع واد بتاع اللودر شارب من لبن امه، ويسوق اللودر ويجي جنب العماره كده
ونهشكه على عمود مهم قوي في العماره، وروح خبطه خبطه نخلي العماره معيوبه. يا ابن اللعيبه، ده انت دماغك سم يا منى. ايوه انا ساعات دماغي فران. قشط عليك يا منى. طب بقول لك ايه بقى، سيب موضوع اللودر ده عليا، انا عندي اللي يخلص لنا الفيلم ده. بس كده، وبعدين ساعتها بقى السكان هيخافوا ويلموا هدومهم، ده اذا لحقوا وياخدوا بعض.